direct du Salon du Cheval avec Youssef. اهلا بكل المستمعين الاوفياء اللي راضي بزاف في جديد فعاليات معرض الفرس في دورته الرابعه، ولقات كل الترحيب من جل الفاعلين والقائمين على هذا الميدان اللي تعتبر ارث حضاري وثقافي لمملكتنا المغرب، اللي هو الفرس، والاعتزاز به شيء ضروري ومطلوب. معنا كضيوف في هذا الخاص ناس اللي سهروا على الكتالوج، غادي نقول الكتاب الرسمي والتوقيعات ديالو من طرف المنظمين والعارضين دي زيكسبوزيسيون كوم اكسبوزيسيون شورو اي كافاليي دون لو كادر دو كادريام اديسيون دو سالون دو شوفال ديال جديدة. معنا سي رشيد الشريبي، عارض وصاحب قاعة الفنون المعاصرة بمرسم الرباط، والسيدة زينب عبد الرازق الشريبي اللي مرافقه واللي المحرك الرسمي لهذه الكتالوج هذا. غادي باش ما نطولش معكم وما نطولش على المستمعين، غادي ندخلوا مباشرة في تفاصيل هذا الكتالوج هذا، كيفاش سهرتوا عليه وكيفاش خدمتوا عليه السنة الثانية على التوالي. شكرا اولا للاستضافه لينا. حنايا تنشاركوا المره الثانيه في هذا المعرض الفرس. السنه الاولانيه كنا شاركنا ب 13 فنان تشكيلي مغربي اللي تيتعاملوا في السيسن مع الفرس. وهذا السنه جينا بالجديد، جينا ب 15 فنان تشكيلي مغربي اللي ماشي كلهم تيتعاملوا مع الفرس، بقاو في الاسلوب ديالهم ولكن داروا الموضوع ديالهم الفرس. لو تيم هو الفرس. اي ولكن خلاو الاسلوب ديالهم، احترمنا الاسلوب ديالهم. ونخلي لا زين تقول لنا شكون هما. المهم هو ان هذا المعرض هذا حاول يكون فيه واحد التجديد بالنسبه الموضوع كيف قال السي شريبي، ولكن تجديد كذلك حول أساليب التعامل مع الفرس، بحيث قدمنا في المنتوج اللي قدمنا مثلا أعمال تبعية دي ليتوغرافي دي سيريغرافي، قدمنا كذلك أعمال خزفية. نعم. وهذه مهمة بزاف. حب بدلو كان زرتي الرواق. نزرنا. زرتي وشوف يعني من جودة الأعمال الخزفية اللي تعملت. نعم عليها، وهذا هو الدور ديالنا باش نوصل الصورة. رسموها لأنها